أهلا وسهلا بمتتبعينا الكرام قناة شوف تي في. أعلنت وزارة الصحة عن 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة من يومه الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5711 حالة. وأضافت الرسمية www.covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي بلغ 54160 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاتي حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 186 حالة. وتهيب الوزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد السلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لكل وطنية ومسؤولية. نبغيو المتتبعين الكرام يقولوا لنا الرأي ديالهم في هذه الحالات. المتابعين الكرام أن عدد الحالات بالمغرب يرتفع إلى 5711 حالة. نتمنى من عند الله الحافظ الله والسلامة. نعاود نقرأ لكم البلاغ ديال وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة من يومه الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إصابة مؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5711 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري بلغ إلى 54160 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاتي 2324 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 186 حالة. وتهيب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
نتمنوا من عند الله الحفيظ السلامة، وبغينا الآراء ديالكم. بغينا الناس يقولوا لنا شنو الرأي ديالهم في هذه الأحداث ديال اليوم. نتمنوا من عند الله يزول عنا هذا البلاء. ومن هنا نستودعكم في الله أحبتي المتابعين قناة شوف تيفي. مع السلامة وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.